السودان الواسع، ودائما هو احتفاء بهذا التنوع وكل الموروث الثقافي السوداني من خلال صباح الشروق. ومن خلال صباح الشروق ننقل نبض الحياة في مختلف المساحات السودانية، نتحدث عن الأخبار السياسية، الأخبار الرياضية والأخبار الثقافية أيضا حاضرة من خلال صباح الشروق في الأول من ديسمبر القادم الخميس المقبل. ينطلق مهرجان الخرطوم للشعر العربي، أكثر من 30 شاعر سوداني وشاعر عربي يحلقون في فضاءات الخرطوم ويهطلون على الجميع في مدارات الثقافة حبا وحسا وشعرا. فسعداء اليوم أن نتحدث عن هذا المهرجان في دورته السادسة مع الأستاذ محمد آدم بركة، مسؤول الإعلام ببيت الشعر الخرطوم. مرحب بك وصباح الخير. مرحب بك تيسير، ومرحب بكل المشاهدين على صباح الشروق. مرحب بك. وزي ما ذكرنا، مهرجان الخرطوم للشعر العربي ينطلق الخميس المقبل بتنظيم من بيت الشعر الخرطوم، فخلينا بداية نتحدث عن المهرجان وافتتاح المهرجان. هذا المهرجان يأتي في نسخته السادسة، تحتضنه الخرطوم كالعادة، مهرجان الخرطوم للشعر العربي، أحد المهرجانات التي يعني تقام بدعم من إمارة الشارقة، تنظمها بيوت الشعر في الوطن العربي. في الأسبوع المقبل في الخميس سيكون الافتتاح لهذا المهرجان بمشاركة عربية واسعة وعدد كبير من شعراء السودان. تبدأ مراسم الافتتاح في الساعة 11 صباحا بإذن الله تعالى. هنالك فعاليات متنوعة، مشاركات لتجارب تظهر في لأول مرة في المهرجان، إضافة إلى ندوات تتعلق بجوانب من جوانب الشعر بشكل أو آخر. كذلك يعني هنالك يعني زيارة لأسرة الشاعر الكبير محمد سعيد العباسي في ضاحية أم درمان بمنطقة الشيخ الطيب، والعديد من الفعاليات والبرامج حافلة وحاضرة في مهرجان الخرطوم للشعر العربي. صحيح، مجموعة من الأنشطة المصاحبة، ولكن في الحديث عن ما يقدم بشكل خاص في منصة المهرجان، خلينا بداية نبدأ بالجلسة الافتتاحية وما تحتوي هذه الجلسة الخميس المقبل اللي هي العاشرة صباحا. العاشرة صباحا، نعم، بقاعة وزارة التعليم العالي. الجلسة الافتتاحية ستكون هي جلسة رسمية تحتوي على كلمات رسمية لوفد الشارقة على رأسهم رئيس دائرة الثقافة بالشارقة سعادة عبد الله بن محمد العويس، بجانب كلمة بيت الشعر وكلمة وزير الثقافة والإعلام المكلف دكتور جرهام عبد القادر، إلى جانب لوحة المهرجان. هذه اللوحة تأتي هذه المرة تخليدا لذكرى الشعراء الذين رحلوا عنا، على رأسهم الشاعر عبد الله شاب، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. يشارك فيها عدد من المبدعين والشعراء بمصاحبة الموسيقى من قبل الدكتور كمال يوسف في الجلسة الافتتاحية. تليها مباشرة الأمسية الشعرية الأولى التي سيشارك فيها شعراء الضيوف وعدد من شعراء السودان، بينهم الأستاذ عالم عباس محمد نور والشاعر السعودي حيدر العبد الله والشاعرة التونسية سمية اليعقوبي والشاعر المصري محمد المتيم، إلى جانب أحمد اليمني وشيرهان الطيب، هذا في اليوم الأول. أيضا هنالك معرض مصاحب لفعاليات المهرجان، هذا المعرض سيحتوي على معرض كتاب ستشارك فيه يعني. حنرجع نتكلم عن المعرض، نتكلم عن الفعاليات المصاحبة، لكن خلينا بداية يعني نتحدث عن الأيام المختلفة ونرجع نتكلم عن الأنشطة المصاحبة. ده اليوم الأول. في اليوم الثاني حتكون في جلسات شعرية أكثر. نعم، المهرجان ستكون فيه ثلاث جلسات شعرية وأمسيات شعرية كبيرة. الأمسية الأولى في اليوم الأول هي الأمسية الافتتاحية، تليها في اليوم الثاني هنالك أمسية شعرية ستكون في الساعة السادسة يوم الجمعة مساء بقاعة وزارة التعليم العالي، ونختتم في يوم السبت في المساء عبر أمسية أيضا ختامية عند السادسة مساء في قاعة وزارة التعليم العالي. صبيحة يوم السبت ستكون هنالك ندوة تتناول الهايكل العربي في جانب الشعر، هذه الندوة سيشارك فيها الشاعر حيدر العبد الله من السعودية في أطروحة سيقدمها حول الهايكل العربي. سيدير منصة الندوة الدكتور الصديق عمر الصديق. في يوم الجمعة صباحا
سيذهب وفد الشارقة وشعراء الضيوف إلى أسرة الشاعر الكبير محمد سعيد العباسي بضاحية أم درمان في منطقة الشيخ الطيب. كذلك هي فعالية ستحفل بالقراءات الشعرية من شعر العباسي إلى جانب مداخلات وإفادات نقدية ستقدم هناك في تلك المنطقة. سيتعرف الوفد المشارك على البقعة التي ترعرع فيها شاعرنا محمد سعيد العباسي إلى جانب يعني الاحتفاء به وتكريمه وسط أسرته بإذن الله تعالى. صحيح، وزي ما ذكرت هي جلسات شعرية مختلفة، يمكن هو فضاء مفتوح للجميع للراغبين. قد يتساءل كل السامعين حتى من خلال السوشيال ميديا، قد تكون شاهدت مجموعة من التساؤلات، هل الجلسات وهذه الأمسيات مفتوحة للجميع؟ كيف الدخول يعني للحضور وغيره؟ خلينا برضو نتكلم في هذا الجانب. تمام، الجلسات هي مفتوحة لكل جمهور الشعر ولكل المهتمين بقاعة وزارة التعليم العالي. كموقع جغرافي هذه القاعة تقع في شارع دخول مجانا. الدخول مجانا، نعم بكل تأكيد، شرق المحكمة الدستورية بالجانب الموازي لمجمع الفقه الإسلامي. نسعد بأن يحضر كل من يهتم بالشعر ويشاركنا هذه الاحتفالية. هذا هو عرس للشعر العربي وللأدب بشكل عام. نتمنى أن يحظى بحضور واسع من قبل المهتمين في هذه الأيام تحديدا. وهو مهرجان بالتأكيد ما لا يتكرر كثيرا، فلا بد أن نتحدث عن الحركة الأدبية والحركة الثقافية وبصمة هذا المهرجان في الحركة الثقافية. ده حنرجع نتحدث عنه بعد ما نتحدث عن أنشطة المصاحبة. بدأنا الحديث بالحديث عن معرض الكتاب. ما يوجد في هذا المعرض؟ أهم الدور النشر المشاركة غيرها في معرض الكتاب؟ تمام، هذا المعرض ستشارك فيه 10 دور نشر سودانية، أبرزها دار الأجنحة للطباعة والنشر والتوزيع، كذلك دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، دار مدارات، أيضا دار نرتقي، وكذلك الوراق كمال وداعة. هنالك مشاركة أيضا لمؤسسة عبد الله الطيب الوقفية باعتباره هي أحد المؤسسات الفاعلة كذلك في دور في جانب النشر، ستكون مشاركة معنا بالإصدارات العلامة عبد الله الطيب. كذلك يعني أيضا دار مدارك ستكون مشاركة معنا في هذا المعرض. هنالك أيضا معرض توثيقي فوتوغرافي. هذا المعرض يوثق لمسيرة بيت الشعر منذ التأسيس وحتى الآن، عبر يعني لمحات تعكس أبرز الأمسيات، كذلك أبرز المشاركات وأبرز الإنجازات في الخرطوم وكذلك في الولايات وخارج السودان من خلال مشاركة بعض الشعراء في المهرجانات المختلفة. خصوصية الدورة السادسة؟ خصوصية الدورة السادسة تكمن في الأصوات الجديدة. درجنا دائما في بيت الشعر أن نركز على الأصوات التي نعمل على تنميتها في منتدى الخرطوم للشعر العربي ومن منتدى الثلاثاء عفوا وأمسيات بيت الشعر الخرطوم، من خلال يعني حركة تطوير وتنمية لهذه المواهب حتى تصل مستوى محدد من المستويات الشعرية نسلط عليها الضوء من خلال إطلالتها عبر مهرجان الخرطوم للشعر العربي. وهذا يعكس الدور الذي يقوم عليه بيت الشعر من خلال فعالياته الراتبة. وزي ما ذكرنا يعني مهرجان الخرطوم للشعر العربي هو بالتأكيد بصمة كبيرة على جدار الحركة الثقافية في السودان، وبيحتاج في إنه هو يكون يعني موجود في مختلف الوسائط الإعلامية. كمسؤول للإعلام خلينا برضو نتكلم في جانب التشبيك والشراكات الإعلامية المختلفة، وكيف يمكن أن يخرج هذا المهرجان بالصورة التي يعني ننتمي إليها في هذا البلد ونقدم للآخر. ظللنا في بيت الشعر الخرطوم على شراكة واسعة جدا مع كل مؤسسات الإعلام في السودان وكذلك القنوات العالمية التي لها مكاتب في السودان، من خلال الدعوات الرسمية ومن خلال استثمار العلاقات أيضا في تغطية هذا الحدث وكذلك تغطية أنشطة بيت الشعر من خلال البرمجة التي تستوعب النشاط الثقافي بشكل عام. لعل الدعوات وصلت لكل المؤسسات الإعلامية وبعضها ستكتمل استلام الدعوات في مقبل الأيام بين يوم السبت وغدا الأحد إن شاء الله،
لم يعني نغفل أي مؤسسة إعلامية لها أثر ولها إسهام. قدمنا لها الدعوة بأن تحضر وتوثق وتعكس هذا الحدث الذي يعد الأبرز والأكبر يعني على مستوى المهرجانات في الخرطوم. لعل شراكة المؤسسات الإعلامية مهمة جدا، وظللنا نلمس منهم التعاون الكبير جدا من خلال الاهتمام بتغطية الفعاليات واستضافة من يتحدث عن الفعاليات عبر البرامج المختلفة. نشكر كل المؤسسات الإعلامية التي ظلت على تعاون معنا وعلى تنسيق في عكس جوانب الشعر، ويعني التوثيق لفعاليات بيت الشعر والاهتمام بهذه الجوانب تحديدا. صحيح، ومجموعة من الدعوات بالتأكيد شهدناها لهذا المهرجان الذي يستحق أن يعني يكون حاضر فيه الجميع، هي دعوة من دكتور الصديق عمر الصديق مدير بيت الشعر الخرطوم من خلال هذا الفيديو. هذه دعوة لجمهور الشعر في السودان ليشهدوا أكبر مناسبة أدبية في تاريخنا القريب، ألا وهي مهرجان الخرطوم للشعر العربي الذي سيقام في اليوم الأول من ديسمبر عند الساعة 10 صباحا في قاعة وزارة التعليم العالي. هذه المناسبة التي سيشارك فيها شعراء من البلاد العربية، وسيشارك فيها قيادات دائرة الثقافة بحكومة الشارقة بقيادة الأستاذ عبد الله ابن محمد العويس. نأمل أن نراكم هناك وأن نحتفل معا بالشعر الجديد وأن نحتفل بكل ما هو جميل. كل التحايا للدكتور الصديق، وبالتأكيد هي مجموعة من الإدارات ومجموعة من اللجان عاملة على تنظيم هذا المهرجان، فخلينا برضو نتكلم عن اللجان المنظمة. اللجان المنظمة لمهرجان الخرطوم للشعر العربي مجموعة من الشعراء المتخصصين في إدارة الفعاليات الثقافية، وهي لجنة دائمة درجة تعمل على تنظيم يعني هذا المهرجان وعدد من الفعاليات في بيت الشعر الخرطوم. يترأس هذه اللجنة الدكتور الصديق عمر الصديق، ورئيس مناوب له الدكتورة الباشمهندسة ابتهال محمد مصطفى تريتر نائب مدير بيت الشعر، إلى جانب الزملاء الشعراء زكريا مصطفى، عمار سعد الدين، محجوب دياب. هذه هي اللجنة التي تعمل على تنظيم مهرجان الخرطوم للشعر العربي في دورته السادسة. لهم كل الشكر والتقدير والتجلي على الأناء والعمل الدؤوب بمجهود مقدر جدا من خلال يعني محطات طويلة جدا. بدأنا الإعداد لهذا المهرجان منذ 3 أشهر من الآن. لعل الإعداد لمهرجان كبير كهذا يحتاج إلى الكثير من التخطيط، إلى المشاورات وإلى التنسيق من خلال محطات كثيرة ليخرج بشكل يليق بالشعر السوداني ويليق بالدورة السادسة، التي نعمل دائما على التحديث وعلى تجاوز بعض الهنات التي كانت في الدورات الماضية، وحتى يخرج المهرجان بشكل ملموس وشكل متميز يعكس جانب تميز الخرطوم في تنظيم الفعاليات الثقافية، خاصة في مهرجان الخرطوم للشعر العربي. صحيح، ويمكن هي يعني مجموعة من الأعمال زي ما ذكرت، وأيضا مجموعة من التساؤلات فيما يخص المشاركات في هذا المهرجان، فآلية الاختيار للشعراء المشاركين. آلية الاختيار لهذا المهرجان دائما يعني نضع أمر مهم جدا، المستويات الشعرية التي يعني تظهر من خلال منصة المهرجان يجب أن تكون مستويات رفيعة جدا. هذه الآلية تتبع من خلال يعني تقييم التجارب الشعرية الموجودة في الوطن العربي وكذلك الشعراء السودانيين المشاركين. هنالك جانب يخص التطوير في منتدى الثلاثاء وفي الأمسيات التي يطيل عبرها الشعراء، نقيم ما هي المستويات التي نحتاجها في هذه الدورة مع مراعاة عدم تكرار بعض الأسماء،
نختار عدد مقدر من الشعراء، حوالي 27 إلى 30 شاعر سيكون لهم الإسهام والإطلالة من خلال هذا المهرجان، مع مراعاة المشاركة النسوية الفاعلة في المهرجان، إلى جانب يعني إتاحة الفرصة لمن لم يظهروا في المشاركات السابقة ومن لم يجدوا أيضا الفرصة للظهور في فعاليات خلاف الفعاليات التي يقيمها بيت الشعر في الخرطوم. سنواصل الحديث عن المهرجان، ولكن نريد أن نعرج قليلا على محمد آدم بركة الشاعر، فنسمع منك قصيدة. طيب، على غفلة من خفاء النواظر يرتشف العاشق المستبد نبيذ لحيظاته دون ريب، وتنظر وردته الضاحكة، يضاء المكان بغير سراج، وتمضي النواظر قارقة في اختلاس الرؤى، بين لحظ ولحظ تدور ظنون الرقابة، والعشق يشعل جزوته في العناق، يطل الفؤاد على لمعة العين، ينعتق التوق والحب ملء استواء، وفي كامل النضج يعزف لحنا عميق المنى، يهرب الوقت محتميا بعبير المشاعر، والحلم يرفل في ثوب فجر وضيء، قلق يتوقل في جوف ساع ليبلغ نهر الملاذات، والروح تعرج للأفق في قبضة الوعي ترهق صمت الكلام، تضج الحواس حنينا يطوق فوضى الهيام، ويبرق ثكر الوضيئة حلو اشتهاء، نواظر تهتك مسعى المحبين، والقلق الكث لا يشرع الباب نحو الضفاف، إنه الحب يوقد شعلته بين كل المسامات، يمطر وجدا ويصلي الفؤاد، وينتخب الأفق حلم المغنين بالعشق جهرا، ويبقى السجال على قلق قادم فليجي، ستبقى الحدائق والشط هذه المقاهي وتلك المراسي، وكل المدائن جاهزة للنزال، والحب تمطر ألحانه في تداعي غريب، على هدأة الناي ينبع لحن يموسق آمالنا في ارتخاء طروب، يغني المغنون ألحانهم، يغني المغنون ألحانهم، يغني المغنون ألحانهم دون عجز لحصد الخلود، وللحب أغنية حالمة. شكرا جزيلا، تحية لك. ودائما نتحدث عن الشعر المحلق، الشعر السوداني، ونحن قادرين انه يعني نحلق معه للخارج، ويمكن مهرجان الخرطوم للشعر العربي هو واحد من هذه النوافذ التي يطل منها الشعر السوداني والشعراء السودانيين على الخارج وإلى الخارج في جوانب مختلفة، وتعريفا بالشاعر السوداني وتبادل لهذه التجارب المختلفة ما بين الشاعر السوداني والشاعر العربي. ودائما البصمة السودانية هي موجودة في مختلف المساحات، يعني دائما نحتفي بكل الشعراء ونحتفي بكل الكتاب في كل مساحاتنا العربية، ما يمكن أن يوجده هذا المهرجان في خروج الشاعر السوداني للآخر. هنالك مبادرة تعنى بنشر الشعر السوداني، مبادرة كتابة، مبادرة الشاعر محمد عبد الباري لنشر الشعر السوداني. هذه المبادرة بدأت منذ عامين وانقطعت للظروف المحيطة بالبلاد، واستأنفت أعمالها، تجاوزت مراحل لجان الفرز إلى جانب مراحل التحكيم. في هذا المهرجان سيعلن عن الموعد الذي ستعلن فيه الأعمال الفائزة بالدورة الأولى من هذه المبادرة، ستطبع هذه الأعمال الفائزة بهذه الدورة في مطلع العام 2023. لعل هذا هو أبرز ما سيخرج به المهرجان من خلال التبشير بحصيلة هذا المشروع الذي نأمل أن يعني ينجح في عكس نشر الشعر السوداني من خلال تنسيق مع دور نشر محلية ودور نشر عربية عبر شراكات واسعة. نتمنى أن يعني تكلل هذه الدورة الأولى بالنجاح من خلال الموعد الذي سيعلن في جدول أعمال المهرجان بإذن الله تعالى. صحيح، وبالتأكيد سنشاهد مجموعة من
مشاركات، وعندنا يقين بأنه الشباب السوداني هم قادرين على صنع الفارق دائما وعلى تسجيل هذه البصمة المختلفة من خلال مختلف المساحات. ومنتظرين زي ما ذكرنا 1 ديسمبر أو 1 ديسمبر الخميس المقبل في المهرجان، وهي دعوات من اللجنة الإدارية أيضا لحضور هذه المهرجان عبر هذا الفيديو. أنتم على موعد مع مهرجان الخرطوم للشعر العربي في موسمه السادس، والذي يضج بأسماء النجوم، وهذا مونديال الشعر الذي نراهن عليه دائما، فكونوا حضورا. والخرطوم هي القصيدة التي لم يكتبها شاعر بعد. عدنا في عامنا السادس بالكثير من المفاجآت والقراءات الشعرية والندوات النقدية، موعدنا بقاعة وزارة التعليم العالي في معرض الكتاب الحرف يتوهج، في معرض الفوتوغراف الصورة تتحدث عنا وعنكم، في مهرجان الخرطوم للشعر العربي تعالوا لنتعانق هناك. هل تعرفون البقعة التي ترعرع فيها شاعرنا الكبير محمد سعيد العباسي؟ سنأخذكم إلى هناك. الهيكل العربي من ملامح المهرجان، الجمهور وأجهزة الإعلام، ننتظركم في الدورة السادسة من مهرجان الخرطوم للشعر العربي. لهم التحية جميعا، والتحية لك من جديد محمد آدم بركة. نخليك مساحة أخيرة تقول للجميع فيما يخص المهرجان ما يمكن أن يجدوه من خلال المهرجان. أجدد الدعوة لجمهور الشعر ولأجهزة الإعلام أن تشاركنا في هذا المهرجان، وهي فرصة يعني لن تتكرر إلا العام المقبل بمشيئة الله تعالى. سيتعرفوا على أسماء جديدة قوية جدا لها بصمتها الخاصة. هنالك ضيوف سيكونوا حضور بيننا في مهرجان الخرطوم للشعر العربي. الشكر موصول لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، لولاه لما كان هذا المهرجان ولما وصل إلى هذه الدورة السادسة من خلال جهود الشارق ومن خلال رؤيته ودعمه لمهرجان الخرطوم للشعر العربي ولنشاط بيت الشعر وللمهرجانات النظيرة في الوطن العربي. شكرا جزيلا، نتمنى كل التوفيق، ونتمنى كل المشاهدين يكونوا حضور في 1 ديسمبر لهذا المهرجان، وهي تظاهرة ثقافية لن تتكرر قريبا بالتأكيد. شكرا لك جزيلا محمد آدم بركة، مسؤول الإعلام ببيت الشعر الخرطوم، وكان حديث عن مهرجان الخرطوم للشعر العربي. ودائما هي تحايا الصباح لكم مشاهدينا في كل مكان، مع الأمنيات أن يكون صباح السبت دائما بداية موفقة ليوم موفق وأسبوع موفق للجميع. حتى الملتقى، هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.